ازيكم يا شباب؟ الاخبار ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده وسلسله الفيديوهات دي على زي نظام كده مراجعه سريعه لكل محاضره من المحاضرات اللي بنشرحها، بحيث الفيديو ما يعديش 10 دقائق او ربع ساعه، بحيث ان انا دوبك هقرا بس الكلام اللي احنا اصلا شرحناه بالتفصيل في الفيديو الشرح المبسط، الشرح اللي بالتفصيل يعني، بحيث ان انت ما تبقاش محتاج تسمع المحاضره تاني، يا دوبك بس تسمع الفيديو ده ويا دوبك تقرا الكلام المكتوب وخلاص. فكنا بدانا انتروداكشن، اتكلمنا عندنا الكنترول سيستمز في الجسم عباره عن اتنين، الاندوكراين سيستم والنيرفس سيستم اللي هو الجهاز الخاص بالهرمونات او الغدد الصماء، والنيرفس سيستم الجهاز العصبي. وكنا بنقول ان هما عشان يتحكموا في الجسم لازم يبقوا في لينك ما بينهم او في كونكشن، كان عباره عن منطقه اسمها الهايبوثالاموس اللي هي تحت المهاد، ودي كانت اصلا منطقه موجوده في النيرفس سيستم. فلو ده كده البرين اللي هو تبع النيرفس سيستم، وده كده البيتيوتري جلاند اللي هو تبع الاندوكراين سيستم، الجزء اللي ما بينهم ده اسمه هايبوثالاموس، وده عباره عن الكونكشن اللي بيلينك موجود ما بين الاثنين. طيب تاني حاجه عندنا كانت الاندوكراين جلاند اللي هي الغدد الصماء، دي غدد كانت داكتلس يعني بتطلع السكريشن او الهرمونات بتاعتها بتطلعها على الدم بصوره مباشره دايركتلي في البلد، ما بتمشيش لسه في داكت زي مثلا السويت جلاند، لا ده لسه بتمشي السكريشن بتاعها في داكت بعد كده بتوديه التارجت اورجان، لا ده هنا بتطلع الهرمونز بتاعتها على الدم على طول من غير اي داكت. طيب بعد كده قلنا البرنسبل اندوكراين جلاند، كنا عندنا حاجه اسمها اندوكراين جلاند وحاجه اسمها اندوكراين اورجان. اندوكراين جلاند دي يعني هي الوظيفه بتاعتها بس انها تطلع الهرمونات، انما اورجان ليها وظائف ثانيه ضمن الوظائف دي، وظائف كتير من ضمن الوظائف انها تطلع هرمونات. طب الجلاند اللي عندنا كان البيتيوتري جلاند سواء الانتيريور او البوستيريور لوب، عندك الثايرويد جلاند، الباراثايرويد، الادرينال اللي هي السوبر رينال، الايلتس اوف لانجرانز اللي موجوده في البنكرياس، وعندك الميل جونادز او الفيميل جونادز اللي هو هنا التستس والاوفرس، وعندنا كمان البلاسنتا. طيب بدانا نتكلم بقى على الاذر اندوكراين اورجانز، كنا بنقول ان الكدني بتطلع شويه مواد زي ماده اسمها الرينين، وماده اسمها 25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، وماده اسمها الاريثروبيوتين، وكمان في بروستاجلاندنز بتبدا تطلع من الكدني. عندنا الاتريا اوف ذا هارت بالاخص الرايت اتريوم كانت بتطلع ماده اسمها اي ان بي او الاتريا ناتريوريتك بالتايد، ودي كانت بتنكريز الاكسكريشن بتاع الصوديوم في ايه؟ في اليورين، بتنزل الصوديوم في اليورين بكميه كبيره عشان يسحب وراه الميه وتعالج الضغط العالي. طب عندك الاديبوس تيشو دي كانت بتطلع شويه هرمونات بنسميها الاديبوكاين، ومن ضمنهم واحد اسمه الليبتين، واحد اسمه الاديبونكتين، واحد تاني اسمه ايه؟ اسمه الريزستنت. طيب بعد كده بدانا نتكلم على الهرمون والتركيب بتاعه، كنا بنقول هو عباره عن كيميكال سبستنس، عباره عن ماده كيميائيه بتطلع من سبيسيفيك سيل، بعد كده بتمشي في الدم ات فيري لو كونسنتريشن بتركيز قليل خالص، وتروح لتارجت اورجان وتأدي الوظيفه اللي هي عايزاها عليه. دي كده كانت الغدد المختلفه. عندك هنا ده الهرمون بيطلع من خليه معينه بيمشي في الدم ات فيري لو كونسنتريشن، بعد كده بيروح لخليه معينه عشان يأدي الوظيفه ايه اللي هو عايزها. طب الهرمون ترانسبورت او النقل بتاع الهرمون، كنا بنقول ووتر ان سوليبل هرمونز، يعني الهرمونات اللي مش بتدوب في الميه، معناها مش بتدوب في الميه معناها انها بتدوب في الدهون، وبالتالي بتعدي السلم برين عادي والريسبتور بتاعها هيبقى موجود جوه، زي الثايرويد اللي الريسبتور بتاعه بيبقى موجود في النيوكليس، والستيرويد اللي هنقول شويه كده الريسبتور بتاعه موجود في السيتوبلازم. دولت عشان يبداوا يتحركوا بيبقوا محتاجين باوندنج بروتين اللي هو كارير بروتين يشيلهم، علشان الهرمونات دي بتبقى صغيره جدا في الحجم، فهي صغيره في الحجم ممكن يحصل لها اكسكريشن في الكدني، فالكارير بروتين الراجل الكبير اللي بيشيلها ده بيحميها انها يحصل لها اكسكريشن في الكدني، وكمان الكارير بروتين دي بيحصل لها سكريشن يعني بتتصنع بواسطه الليفر. وعندك هي لما بتمسك في الفري هرمون، كل ما تمسك في فري هرمون كتير تقلل كميه الفري هرمون اللي مش ماسكه في حاجه، وبالتالي هي بتشتغل كريجوليتور للليفل بتاع الفري هرمون، بتحكم الفري هرمون تبقى موجوده بكميه كتيره ولا قليله. بيقول لك الفري هرمون الهرمون وهو لوحده كده مش ماسك في اي حاجه ده بيبقى اكتف هرمون عادي يقدر يشتغل ويؤدي الوظيفه بتاعته. طيب بعد كده الكيمستري اوف ذا هرمون او الهرمون دي عباره عن اصلها عباره عن ايه؟ قسمناهم لثلاث حاجات، ستيرويد اللي هي عباره عن دهون، واللي فيه مشتق من امينو اسيد اللي هو تيروزين، وفي المشتق من البروتين او البيبتايد. كنا بنقول البروتين او البيبتايد دولت اللي فيهم حرف البي اللي هم البيتيوتري سواء الانتيور بيتيوتري او البوستير بيتيوتري، وكمان عندنا الباراثايرويد هرمون، وعندنا كمان البنكرياس. كنا بنقول كل اللي فيهم حرف البي ما عدا البلاسينتا، لان البلاسينتا دي كانت تابعه للستيرويد. كنا بنقول هنا الامينو اسيد تيروزين ادي تي، يبقى دوت عندك هنا الثايرويد هرمون اللي هم الثايروكسين والترايدو تيروزين، سيبك منهم دلوقتي. طب الكوليسترول او الستيرويد، كنت بقول لك اهو كوليسترول فاللي فيه حرف السي اللي هي الادرينال كورتكس، لان عندنا الادرينال جلاند فيها حتتين ادرينال كورتكس ومضله، الكورتكس كنا حاطينه تبع هنا الجزء اللي هو الكوليسترول، وعندك الادرينال مضله كنا حاطينه هنا تبع التيروزين. وقلت لك ساعتها الستيرويد هرمون هو الغدد الموجوده تحت الحزام اللي هم مين؟ اللي هي الاوفرس واللي هي التستس اللي هي الجونادز يعني، وكمان البلاسينتا في حاله اثناء البريجننسي بتطلع الاستروجين والبروجستيرون. طب بعد كده عندك الهرمون ريسبتور والاكتيفيشن، بيقول لك الهرمون نيفر اكت دايركت مش بيشتغل بصوره مباشره، لا ده هو بيمسك في ريسبتور خاص بيه الاول
الريسبتور ده عباره عن بروتين كبير وبيختلف مكانه من مكان لمكان تاني، بيبقى تقريبا كل ريسبتور خاص اللي هو يمسك هرمون واحد، والريسبتور بيبقى في الانباوند ستيت بيبقى ان اكتف، يعني هو مش ماسك هرمون بيبقى ان اكتف، ماسك هرمون يبقى عندك دلوقتي هو في حالته الاكتف، انما الهرمون بيبقى اكتف وهو حالته وهو فري وهو مش ماسك في حاجه. طيب الريسبتورز بتاعت الهرمون المختلفه كنت بقول لك ان اللي بيعدوا السيم ممبرين اللي قلناه من شويه اللي هو الووتر ان سوليبل او الليبيد سوليبل كانوا الثيرويد اللي الريسبتور بتاعه في النيوكليس، وعندك الستيرويد اللي هو الريسبتور بتاعه في السيتوبلازم، انما الكبار في الحجم البيبتايد والبروتين والكاتيكولامين دولت ما كانوش بيعدوا السيم ممبرين، وبالتالي دولت الريسبتور بتاعهم موجود فين؟ في الممبرين من بره. طب الهرمون ان اكتيفيشن قلت لك ممكن يحصل له ان اكتيفيشن في اي مكان، في البلد او في الليفر او في الكيدني وفي اي مكان تاني، عن طريق يحصل ديجريجيشن او اوكسيديشن او ريدكشن او ميثايليشن او كونجيجيشن للجلوكتورينيك اسيد، مش مهم خالص الكلام ده ومش موضوع اسئله. طيب انا هتخلص منه عن طريق اللي انا هنزله فين، يا اما في اليورين او هنزله في البايل اللي هي العصاره الصفراويه. طب بعد كده الهرمونات عندنا نوعين او بيبقوا مصنفين لحاجتين، لوكال هرمونز واندوكراينال هرمونز. اللوكال دوت في حاجتين اوتوكراين وعندنا باراكراين. الاوتوكراين دوت بياكت ات ذا سايت اوف ذير سكريشن، يعني الهرمون يطلع من خليه يشتغل على نفس الخليه زي الجي اي تي هرمونز والبروستاجلاندنز، انما الباراكراين دوت بيشتغل على خليه نير للخليه اللي افرزته، بيشتغل على الخليه قريبه منها زي الكيميكال ترانسميترز وزي الالفا بيتا سيلز اوف لانجرهانز. انما الاندوكراين دوت زي ما انت شفت لما كنا بنتكلم عن الهرمون بيطلع من خليه بعد كده بيمشي في الدم ويروح يشتغل على خليه ثانيه ديستنت بعيده عنها، يبقى دوت بنسميه الايه؟ الاندوكراين هرمون. طيب قلنا الانتراكشنز والديس اوردرز مش هنتكلم عنهم دلوقتي، ده كده كان مجمل المحاضره الاولى اهو في 6 دقائق، يعني مش كتير خالص، مجرد بس ايه مراجعه سريعه كده قرايه بحيث ان احنا نفكرك بالحاجات اللي قلناها في المحاضره الاولى.